الحاج مصطفى اللي ساكن هنا كان اشتكى ان النت هنا بطيء، فركب له هو ايه النت كده مع نفسه بقى عشان يعرف ايه يداونلود بالظبط. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة هنلعب لعبة غريبة شوية، تمام؟ وتقريبا في عربية هناك، وده اللي شدني في اللعبة، في عربية هناك اهي. يلا ربنا يعوض على صاحبها عشان هو كده راكن غلط. طبعا اتطروقت. هنلعب اللعبة بتاعة الواقع الافتراضي كده، يا مسهل كده، وبنقول هنشوف هو يا مسهل هنوصل على ايه يعني. ابتدت اللعبة. ايه ده؟ منظر وهمي، كل حاجة حلوة. ايه، يلا بينا. دول بتوع البلدية اللي هناك، دول تقريبا هو ده علشان العمارات المخالفة. هاي العمارات المخالفة، هو بيشيل الدور المخالف هناك. البرج ده اللي هو حمامة. ازيك؟ نسمع بقى ايه اف ام بقى ولا حاجة. ايوه، ولا سامعين حاجة. خلينا نمشينا على القطة اللي تحت دي، في قطة اهي. أعمل إزعاج صوتات. يا عيني يا عيني، باسكت. يلا بينا. أجر هنا الكتاب ده بيتكلم عن إيه؟ From here to there. يلا اقضيها ساكت كده. يلا، ايه ده؟ incoming call، incoming call. قلت هو مش هيفتح ده. بندوس على الكول هنا. ازيك؟ نكتب بقى لون كده حلو. ده مين؟ مينا. علينا، يلا بينا على اللعبة. انزل بقى. عايز ايه؟ تقول لي كده فلوس حلوة. طب ايه اللعبة دي، رعب ولا مش رعب؟ مش عارف. افتح الباب، يلا بينا بقى نشم هوا بره، نشوف بقى ايه الحلاوة دي. العب. ايه ده؟ في ايه؟ يلا. ده الفني. عرفت.
ده الفني بتاع شركة وي أساسا، عشان الحاج مصطفى اللي ساكن هنا كان اشتكى إن النت هنا بطيء، فركب له هو إيه النت كده مع نفسه بقى عشان يعرف إيه يداونلود بالظبط. بس هنا الخدمة حلوة أوي يعني، عشان يهد كام عمارة عشان يركب الكابل اللي هناك، مش فارقة بقى، مش فارقة. إيه ده، في درون طاير، درون طاير. يلا نكمل سكتنا بقى. الله، المكان ده المفروض ده بيت أليكس. أليكس كاميرا، ايه ده كوتي ده، تعال. يلا كل، يلا كل كل ولا جزء، اي حاجة. ايه ده، ده شوكولاتة، دي شوكولاتة، شوكولاتة مش عايز. يعني زي ما احنا فاهمين الرسمة دي، تمام اهو، ده اللي بيشرح بالظبط اهو كل ده، يعني مش عايز يعني. بس خلاص يلا نكمل اللعبة. ايه ده، هو ده المشروع البحثي بتاع اللي هيسلموه في المدرسة. هو يلا بينا اللي بعده. احنا رايحين فين؟ أهلا وسهلا. هاي، نعم. يلا بينا. في قلق، في قلق. شكل باين ماسكه واحد من غير كمامة، باين في الشارع كله رايح عليه يلبسوه كمامة. ايه ده، ايه ده، احنا مش مستخدمش دي. بيقول ايه، مكتوب ايه؟ طيب يلا اللي بعده يا باشا. لا خبط له، ايه ده، خبط له مش هيسمعني. ما حلوة إيه اللعبة، مفيش وحوش ولا بتاع ولا الكلام ده الفاضي ده. ايه ده، ازيك، ولا الهوا، ايه ده، ايه مسكوه؟ يا ساتر يا رب. ايه، السلام عليكم. طب انا امشي انا، طيب ولا روح فين انا؟ الله، لا لا، واحدة واحدة، أطباق الطايرة. يلا اطلقته، كمامتك يا كابتن، كمامتك. ايوه مش هجيب، الحمد لله.
هي شكرا. تقريبا باين هنروح للشباك ده، نفتحه، نفتح الشباك، مبينزلش تاني، يلا بينا، فيه، ايه ده؟ باشا، في ايه؟ بس ابعد ايدك، شغل الاسانسير. شغل الاسانسير. ايوه بوظ لي. نعم طب الزرار باظ. طب مجرب اللي فوقيه، مجرب فوقيه يا عم، اوعى. طب هات الرشاش، هات الرشاش يا رب، هات الرشاش. نعم ازيك يا باشا؟ باشا ايه ده؟ فيه ايه ده؟ ماشي هو موفينج ايه؟ انا اتحركت ولا حاجة؟ ايه ده؟ قنبلة؟ اوف. الحريقة دي عندنا بجد ولا في اللعبة؟ ايه خلاص. ايوه طبعا شكرا. مين راس ال؟ يلا بينا. العربية بقى ايه؟ ايوه كابلات النت اهي. ايه ده؟ ايه يا عم؟ ايه ده؟ حاضر. امشي ورا الدرون. نشوف الدرون هيودينا على فين. اهو الدرون. العربية دي، العربية دي مسروقة. برجع. نعم اكس او. السلام. ايه يا عم؟ هادي اللي بيصلح النت ده، الناس كتيرة بتشتكي يعني. يا لهوي راح الدرون. يا لهوي راح الدرون.
كندا. Yeah. يا ساتر ايه ده؟ استنى يا عم. ايه ده؟ فرخة دي؟ فرخة؟ عايز احط له حاجة هنا؟ ماشي ممكن احط الفرخة دي. ايوه انا؟ ربنا يسامحك. طب سؤال بس، انت هتاكل دي؟ مش عايزها؟ طب خدها. هات يا عم خدها. انت مش هتاكلها دي؟ سوري بس مش هتاكلها. ها؟ طب شايلها في التلاجة ليه يعني؟ شايلها في التلاجة ليه؟ دي متشالة في التلاجة ليه؟ ايه يا عم في ايه؟ طب اروح انا بقى المهمة، خليها خدها معايا عشان لو وقعت في السكة ولا حاجة. يلا نسيب دي هنا. ايه ده؟ الباب بتاعها. يلا بينا العب. توجع شوية بس يلا. ايه ده؟ يلا هات هات. ايوه ناخد بقى الفرخة دي معانا. مش فرخة، المنظر ده خدها معانا. العربية دي، العربية دي مسروقة. الفرخة. يبقى الفرخة. العب آخر مرة بقى. شكرا. تمام. ايوه ماشي شكرا. يا عيني خدس ده. ايه ده؟ يا لهوي في رصاص جوه. كده بقى الله صح بينا. فين الفرخة؟ من قبل الفرخة. ايه ده؟ ايه ده؟ قاعد كتير هنا.
اهم حاجه دي الفرخه هي اللي ايه دي اللي احنا عايزينها، دي هتبقى معانا دي احنا عشان ايوه اه هو ناخد الفرخة دي معانا عشان ايه نشوف مين هيحتاجها. شيل دي بس كده، هو قال لنا العنوان ندي الفرخة لمين؟ هنعرف. باي. نكمل نكمل ذا كورنتاين زون ومعانا الفرشة. ايه ليه؟ ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. ايه ده؟ ايه يا عم؟ رجعني القطر، رجعني جوه القطر تاني. طب بص، طب ربنا بقى معايا بقى انا، هو اي حد يروح ينقذه يا عم، ايه المنظر ده؟ والموسيقى شغالة و ايه هناك؟ الفرخة دي يعني هنا، الفكرة دي سر اللعبة. دونوت ايت دونت ايت ولا رجل مش عارف صدق دونت ايت. ايه ده؟ هو في فعلا في زومبي. هدي يا عم هدي. ايه ده؟ هدي هدي جزات اللي ما يلبسش كمامة. ايه يا عم ده بجد؟ يا ساتر يا رب. يعني ايه الايد دي؟ مش ايه الايد دي؟ يعني ايه الايد دي؟ ها؟ انت ايه الايد دي؟ يعني مثلا اذا ماشي في الشارع وواحد قال له بالله كده اديني جنيه ولا 2 جنيه، ده يروح حاطط بالايد دي جيبه بنطلون يتقطع، هيقعد يجيب كم مرة بنطلون بقى بالمنظر ده؟ يلا ساتر يا رب. ده كفاية، ده كفاية بس هو كده بس يثبت أي حد باليد دي. فين الفرخة؟ يلا بينا. فين الفرخة دي؟ ننزل بيها تحت. ايه القلق ده؟ ايه الهدوء ده؟ في ايه؟ هدوء. ده صاحب البوابة. بوابة فيه خبطت في بقي بتاع قاعد فين اهي بس كده على طول. ارمي ورا ظهرك. ايه ده؟ إيه شوكولاتة؟ شوكولاتة؟ اوكي شيل ورا يا عم، شيل. ايه ده؟ شغلنا بتاع دليفري لازم دي توصل بسرعة في ميعادها. دي ساعة دي ولا ايه؟ لا احنا خدنا واحدة من البتاع. يا نهار اسود سيب يا عم. لف لف يا عم. ماشي يا عم ماشي. اللعبة دي الراجل قال لي ما فيش مش رعب ولا حاجة، طلعت لعب. الو الو يا كلها فرين كلها فرين. اي حد هيقرب في ايه يا عم؟ ايه فوق؟ كان في صوت فوق. مفيش صوت. ماشي كان في صوت فوق. الله ايه ده؟ ادوس هنا طلع دي.
أي حد كهربائي يعرف يحل حل البازل ده بسرعة. طبعا أي حد كهربائي. تمام يا عم. أنا حط دي يا عم. إيه ده؟ شو يا عم خلاص. طب ايه ده تحليل؟ ده نتيجة تحليل ايه؟ طيب مفيش نتيجة. طيب هات الفرخة. على طالب مش قادر ياكل حاجة. في صوت بره. ندور كويس. لا هاشتاج اهو. الراجل قال ايوه اهو. ستور ريزن حطه ورا بقى. الريزن ده بقى ليه؟ هنعمل بيه الابجريدات. انا والفرخه هنحتل العالم. انا والفرخه محتاج في قلق هنا. بيك اب هيفي اوبجكت ويز بوث هاندز. طب يعني الفرخه دي اركنها هنا. معلش هجيلك تاني. أو أعلى. أو أعلى من هنا. مفيش حاجة هنا تشيلها ولا بتاع. مفيش ريزن. يا ودي يا ريزن. يا ودي يا ريزن. ريزن رزانة. بس أنا الحاجات دي مش إيه كل دي. في إيه اللي بيتكسر؟ ده اللي كسر. طب فين الفرخة؟ تعالي ورايا ما تسيبنيش عشان بخاف. في حاجة فوق؟ لا في حاجة فوق هنا كابتن. يا كابتن مفيش أي حاجة. مفيش هدي طبعا على راسي. أنا عارف فاضية كل ده بتاع فاضية. يلا فرخة معانا. إيه اللي ممكن يحصل يعني؟ فرختي معايا. إيه ده؟ تاكل يا باشا؟ تاكل؟ مش حاجة. هو حد بيرد علينا. اوبا ايه يا عم؟ خلاص يا عم اشبع بيها. هات انا دي بقى. في النهار اسود ده نطلع. ايه ده؟ خد تاني. ايه يا عم ده؟ في ايه؟ هات الرصاص. هات الرصاص. هات البوليتين. هو اي حاجه تتسحب. طب كويس انا مش ماشي ببطاقه يعني. كان زمان سحب البطاقه. وطي يا عم. وطي يا عم وعدي. ريزن اهو. ريزن اهو يا ريزن. كلهم كده. تخلي التماشي كده اهو. روح ساحب البضاءة منك. هات يا عم تعالى هات دي. اسحبها لي ولا حاجة. هات دي. واديله ايه بقى؟ استنى ما ياخدش الفرخة بتاعتي. تعالى يا عم. ايوه بقى خدها بقى كده. عيش انت بقى كده بيها. انا هنزل بقى بسرعة. بس جرينا. السلام عليكم. بعد اذنك يا ريس. السلام عليكم. ريزن تعالى. الان الفرخة دي. يلا هو خلص بهدوء. ايه ده رزن. في رزن هناك اهو. هوبا رزن رزن. باشا سكة منين؟ ادي الايدين دي سكة منين؟ ايه ده رصاص. رصاص. ريزن كتير. ريزن كتير. ايه الموسيقى؟ ابا احنا
مش قصدي، هو في رزق من غير ما اقصد. يا عم اوعى يا عم، هنا ماشيين على الأشواك. إيه ده؟ آه بس وصلة صح؟ شكرا. هلا آه ممكن بس أتأخر. هنا أيوة بعد إذنك بس كده. أيوة خلي الفرخة هنا. إيه دخلنا؟ أوبا أوه. إذن صوص في حاجة هنا؟ إيه يا جدعان؟ أوكازيون مفيش حاجة هنا. في ايه الصوت ده؟ ايه الصوت ده؟ نهدى. في ايه يا حبيبي؟ يا عم يا عم ايه ده؟ في كده؟ وصل يا عم. ايه ده خلاص؟ قشطة ربنا يخليك يا رب. ايه ده؟ بيبسي ده ولا؟ شد دي الله الله. يا عم عادي ده ليزر بس في فورب يعني. واو البصل مش فاهم حاجة. في ايه؟ في ايه يا جدع؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ الموسيقى ابتدت. هو فرحان احنا رايحين للخطر يعني ولا في ايه الصوت ده؟ اه ده الباب اللي اتفتح. فين فرخة؟ فرخة وقعت؟ هنقف عند الحتة دي وهنشوف يا ترى ايه اللي هيحصل للفرخة اللي في ايدي. خش اوكي يلا نخش هنا. يلا اقول لكم باي باي دلوقتي. ايه دو نوت ايت. اقول لكم باي باي دلوقتي هنبقى نكمل بعدين. تمام لو عجبتكم الحلقة استنوا الحلقة الجاية بس مش هنقول اكتر من كده. يلا سلام.